أحسن الله إليكم. السائلة سين عين من جدة تسأل عن حكم الجهر بصلاة الليل وتستفسر عن الآية الكريمة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نعم، صلاة الليل مستحبة ومتأكدة على صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. يستحب للإنسان أن يحافظ على صلاة الليل ولو بقدر يسير، ولا يترك صلاة الليل لئلا يفوته هذا الأجر العظيم. قيام الليل أفضل من صلاة النهار، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويحضر فيه القلب أكثر، ويبعد الإنسان فيه عن الرياء أكثر. قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فينبغي للمسلم أن يكون له حظ من قيام الليل يداوم عليه ولو قل، وكل ما كثر كان أحسن. وأما قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذا كان له سبب، وهو أن المشركين كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل، يستمعون لقراءته ويستهزئون به ويسخرون منه. فالله جل وعلا أمره أن لا يجهر بصلاته، يعني بالقراءة، لأن القراءة تسمى صلاة، كما قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلاة تسمى قرآنا والقراءة تسمى صلاة أيضا. فقال: ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، لأن لا يسمعك المشركون فيؤذونك ويسخرون من كلام الله عز وجل، فهذا منع لسبب وقد زال والحمد لله. نعم.